السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الخير هعمل معاكم ان شاء الله طريقة تانية او تالتة من الصبغة. وطبعا زي ما انتم عارفين ان احنا يعني انا متعود معاكم ان انا بعمل كل الطرق اللي ممكن يعني تؤدي للاخر لنتيجة كويسة، وطول حياتي انا اصلا يعني بحب ان انا اجرب جميع الطرق علشان خاطر نوصل ل يعني تكون مرحلة كويسة او نتيجة كويسة. طبعا انا عملت صابون بطرق كتيرة جدا، على ما بدأت مثلا يعني ابدأ اطلع او اصور الفيديو بالنتيجة كويسة. طبعا جالي لغط كتير جدا ان صدى الكوية كتيرة، ويعني ايه كل واحد بقى بتعليق جديد. طب يا ترى الناس دي فعلا جربت الكلام دوت اللي هي بتقوله لي؟ فعلى كل حال عشان ما نطولش الناس الفيديو، في طريقة واحد قالها لي من متتبعين ليا، رد عليا على موضوع الصابون الأخير، فقال لي يا فكرة انت حضرتك في الصابون بتاعك البوتاس فيه 100 جرام زيادة، علما بإني يعني عملت التجربة ديتي يعني كتير جدا علشان خاطر تطلع بالنتيجة المظبوطة اللي هي بتطلع معايا. وانا بستعمل الصابون والله يعني ما عدتش بشتري الصابون من بره، انا بعمل صابوني في بيتي. فمستحيل بقى ان انت مثلا تقول لي ايه يعني كده غلط او كده كتير او كده تؤذي البشره. انا البشره بتاعتي هي دي، ماشي، ده اللي انا بستحمى بيه، لو حد شايف حاجه يكلمني، تمام. فالمهم انا برضو هخش معاكم التجربه زي ما هو قال لي. قال لي احنا عندنا التجربه ديتي كويسه جدا، وهي معناها باختصار 1-2-8. 1-2-8 ده معناها ايه يا جماعة؟ يعني مقدار البطاس ضعفه مية، 8 أضعاف زيت. فطبعا ان شاء الله هنعمل التجربة ديت مع بعض، ويلا بينا عشان ايه نشوف احنا هنعمل ايه في المكونات بتاعتنا، والنتيجة ان شاء الله هتبقى ازاي. يلا بينا. طبعا يا جماعة الخير رجعنا معاكم تاني علشان خاطر نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا احنا هنستعمل ان شاء الله زيت طبيخ عادي خالص، لان ايه احنا مش بنعمل زيت يعني مش زيت طبيعي ولا حاجة، احنا بنعمل زيت هنستعمله في الايه في الوش وكده يعني، وغسيل مثلا ايه مطرح الغدا ولا كده. عندنا زيت اي نوع زيت بقى من عندكم، تمام. عندنا طبعا اهم حاجة الصودا الكاوية يا جماعة، اللي عليها طبعا الناس برضو بيكلمون عليها كتير. وعندنا عطر، طبعا اي عطر انت بتحبه، وهقول لكم ازاي نثبت العطر اول مرة على القناة عندي. وعندنا اي مضرب بقى عندكم، يا كهربائي يا يدوي، بس هو اليدوي هياخد معاكم غلبة شوية. طبعا جاونتي اهم حاجة علشان خاطر المادة الكاوية واللي بيحصل بيعمل ممكن يعمل حروق جامدة. طبعا عايزين بقى الامان بتاعنا النضارة، هنجيب نضارة معانا عشان خاطر اي نضارة بقى، مش شرط النضارة دي يعني مثلا لو نضارة نظر فزي الفل، اهم حاجة بس ايه نخبي عينينا من اللي ايه ان حاجة تطرطش علينا ولا حاجة. ولازم طبعا ميزان عشان محدش يقول لي ايه ممكن نحط معايير. ممكن تعمل معايير، بس بقى ايه المعيار اللي انت تعمل بيه هو يكون هو اللي انت هتقيس بيه كله، تمام. وزي ما احنا قلنا النظرية بتاعتنا الجديدة اللي هي 1-2-8. نبدأ نشغل بقى الجهاز بتاعنا ونصفره علشان ايه نشوف احنا هنعمل ايه. احنا اول حاجة هنحط المية والبوتاس مع بعض. احنا جبنا معانا الوعاية بتاعتنا يا جماعة، وحاول اقربها شوية كده يا جماعة. بإذن الله غيرت الطبق لأن الطبق طلع إن هو مكسور، فالحمد لله إن اتلحقت في آخر لحظة، كان فاتها بقت إيه الدنيا هايصة معانا. فنبدأ بسم الله كده بقى إيه أول حاجة نعاير المية بتاعتنا. إحنا طبعا عايزين 2، وإحنا كله هنعمل بجرامات، فهيبقى معانا عايزين 200 جرام مية. Thank you.
الراحه طبعا عشان خاطر ايه، احنا عايزين المقاس بالظبط. ايه خلي ايدكم حساسه شويه للمعايير بالظبط، بالذات ايه حكايه الصابون والحاجات اللي هي الكيماويه دي كده. تمام 200 جرام معانا اهوتي. نبدا نصفر علشان كل حاجه تبقى معانا ستاندر، ما يبقاش معانا في حاجه ايه مختلفه ولا حاجه. طبعا دي يا جماعه الصودا الكاوي بتاعتنا دي طبعا عندنا قشور. في ناس بتقول لي احنا ما هيش عندنا بالشكل ده، احنا عندنا زي الكور. انا ما يهمنيش يا جماعه، انا عندي التجربه على القناه بتاعتي، ان التجربه بتاعتك على الـ على الـ على الـ اللي هي بالطريقه الحراريه ادت اللون المظبوط والشكل المظبوط، يبقى خلاص هي ماليش دعوه بقى بالايه بالشكل. اهم حاجه اللي عندي النوايا مش الشكل. نبدا نسمي ده كده ونحط بالراحه، عايزين 100 جرام طبعا يا جماعه. دي بيطلع ريحه جامده، فالناس اللي عندها حساسيه من الروائح تحط كمامه بقى ولا حاجه. واحنا طبعا في ايام الكمامات يعني مفيش بيتهيألي بيت يخلو من الكمامه. بتاعنا نقلب بقى بسرعه علشان خاطر المره اللي فاتت انا كنت سبته بصراحه وعمل حراره جامده راح مفرقع لي الطبق. فاحنا نخلي بالنا ان احنا في الفتره دي، انا شايفين البخار اللي طالع بقى ده، نشغل الشفاط بقى عشان خاطر ايه الروائح الصعبه ديتي. طبعا يا جماعه احنا مش هنشتغل فيه خالص، نطفي ده بقى الوقت كده الميزان. احنا يا جماعة مش هنشتغل فيه خالص الوقت غير لما يبرد. انا هقول لكم ليه، علشان خاطر طول ما هو بيتفاعل مع المية اللي هو البطاس او الصودا الكاوية ده يا جماعة عمره ما هيثبت لك الريحة. ودي ان البطاس يا جماعة لما بيكون في حالة لسه تفاعل مع المية بيختزل اي روايح، فاحنا لازم ان احنا نبرده. طبعا انا عملت له حمام ميه، هو برده لسه دافي شويه تمام. بس يعني ايه ماهوش بدرجه السخونيه اللي هي الموجوده تمام. وهوريكم برده ان شاء الله في يعني امتى او في الوقت ان هو نبدا نحط العطر بتاعنا. طبعا كده احنا خلاص بريد، خلاص نبدا ايه نشغل الميزان بتاعنا تاني ونرفعه علشان خاطر نعمل ايه، نبدا نوزن الزيت بتاعنا اللي هو 800 جرام. طبعا ان شاء الله انا هحط يا جماعه، طبعا لازم هنخصم طالما هنحط زيرو. طالما احنا يا جماعه هنحط معطر لازم نوزن المعطر تمام، او نعرف ميزانه علشان خاطر هنخصمه من الزيت التاني. عايزين ال 800 800 زي ما الراجل قال، علشان خاطر بقى ايه يبقى تجربتنا التجربه بتاعتنا مظبوطه ومفيش فيها اي ايه اي حاجه خطا ممكن ان هو يحصل تمام. خلاص نضيف بقى ايه بسم الله كده الزيت بتاعنا. احنا طبعا عايزين انا احط ان شاء الله 550 مللي روايح، فانا هحط ان شاء الله 750 جرام من الزيت اللي هو العادي بتاعنا ده. نوزن كده مع بعض ونشوف. طبعا بعد الفيديو ده يا جماعه بقى معلش، وانا برضو مستعد لو في تجربه تانية ما عنديش اي مشكله اجربها معاكم. والله المستعان، احنا عايزين نوصل مع بعض للمرحله الصحيحه او النتيجه الاحسن، احسن نتيجه لصناعه الصابون. ونبدا بقى ايه بسم الله نقلب.
الصديق بتاعنا دلوقتي. طبعا يا جماعه دي بقى طبعا الشغل بتاع دلوقتي، انا بحب احط معلقه ملح، لان طبعا الملح احنا عارفين ان هو معقم كويس جدا. ومعانا عصره ليمون، طبعا الناس عارفه كلها دي ليمونيه كامله، عارفين ان الليمون يعني برضو حاجات من اللي هي المنظفات القويه جدا. ونبدا بسم الله كده ايه، نكمل قلب تقليب قصدي، ولبق طبعا لغايه لما ايه نحس ان هو بدا يعني يتقل معانا، يبقى زي ايه الجيلي كده الخفيف، ونرجع مع بعض تاني. طبعا ودي كمان من عندي، ان احنا بنحط يا جماعة حوالي 3/4 كوباية دقيق، علشان خاطر الدقيق دوتي بيعمل معانا ان الصابونة ساعة يعني اثناء الاستخدام ما تبش بسرعة، تبقى معانا صلبة على قد ما ايه يعني تبقى كويسة، ما تبش في الصبانة بحرارة سريعة. تمام، دي برضو ايه فكرة، يعني هي مش فكرة ولكن دي يعني حاجات في التقنيات مش ناس كتير بتقولها. تمام، دي برضو كده نقلبه مع بعض كده، ونبدأ نضربه كويس، ونرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. طبعا يا جماعة انا اللي انا شايفه ان هي بدأ يعني ايه تاخد سمك كويس. تمام، هنبدأ نحط بقى ايه، عايزين نوزن العطر بتاعنا. هو نبدأ العطر يتحط من الوقت هنا يا جماعة، فنقرب كده ايه الميزان بتاعنا كله ببعضه كده، ونفتح بسم الله. ونبدأ بقى ايه نحط العطر بتاعنا اللي هو 50 جرام، بقية 800. طبعا العطر ده يا جماعة انا جايبه عطر صناعي، هو طبعا انا سألت الراجل قال لي مش موجود عطر طبيعي كده اليومين دول، فهو اهم حاجة يعني الدنيا ماشية وخلاص. نحط كده ايه 50 جرام، خمسة وسبعين، يبقى هو ده طبعا بالازازة، الازازة بتاعتها 25 ملي، 25 جرام، لان هي طبعا نصها هي دي. خلاص كده كفاية، نقفل ونرجع نكمل الشغل بتاعنا. نبدأ بقى يا جماعة نقلب بالعقل كده العطر بتاعنا، ونقلب فيه لغاية لما نوصل ليه الاثر، ان ما عادش بقى يبقى اللي طبعا شايفين لسه الاثر ما جاش معانا. تمام، كل ده احنا لسه في الشغل بتاعنا، نجرب كده والله المستعان. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوتي الاثر معانا اهو، معلم معانا. وطبعا ما نعملش اكتر من كده، لان احنا لو عملنا اكتر من كده لو اشتغلنا فيه اكتر من كده لما نيجي نصبه في القوالب هيبقى صعب معانا التقليب الصب. فهو كده كويس جدا قوي، كفايه ننظف كده الدنيا ونجيب القوالب بتاعتنا، ونبدا ان شاء الله نصبه مع بعض. طبعا يا جماعه القوالب دي يعني بترجع يعني ماهيش يعني شرط للقوالب السيليكون دياتي، بس هي كانت عندي بصراحه كنت بستعملها في الكب كيك، فانا من يوم ما عملت الصابون فانتهى الصابون وخلاص. تمام، ممكن حضراتكم بقى تحطوها في اي حاجه تانية، ممكن في صينيه، بس لازم تكون صينيه سلستيل يا جماعه. تمام، او صينيه عاديه وتحطوا تحتها حته كيس بلاستيك مثلا، تفتحوه وتصبوا في قلبه الصابون بتاعكم، وبعد ما يبدأ يجمد تاني يوم او تالت يوم معاكم يعني قبل ما يتصلب خالص، نبدأ نقطعه ونشكله بالاشكال اللي احنا عايزينها، ونس
ونسيبه بقى لغايه لما ايه ياخد التصلب الكامل بتاعه. وطبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه ان الصابون ده ما ينفعش ان هو يستخدم الا بعد مرور 21 يوم، لما يخلص تفاعل الصودا الكاويه خالص مع الصابون جوه في قلب الصابونيه. وكده يا جماعه يعني ايه زي ما احنا شايفين اهو معانا الكميه بتاعتنا عملت معانا 12 صابونه هما دي. وكده يا جماعه الخير بقى يلا استنونا عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوتي معانا كميه الصابون اللي معانا، عاملين معانا اللي هو الكميه اللي هي 800 جرام زيت، عاملين معانا 12 صابونه. بس طبعا يا جماعه برضو علشان الامانه احنا مش يعني طبعا انا كده المقدار اللي انا حطيته بالنسبه للصابون البطاس ده طبعا كميه مختلفه عن اللي انا كنت بعمل بيها، مش هيبدا يعني مش هيبان بقى الكلام المظبوط ان ده كويس ولا مش كويس الا امتى بقى، الا لما ان شاء الله نستعمله وفعلا يكون بينظف وكويس جدا. طبعا انا حبيت انزل الفيديو علشان خاطر الناس برضو ايه تقول معلوماتها، الناس اللي هي عملت صابون قبل كده تقول ايه رايها في التركيبه ديتي، وهل التركيبه دي هتبقى كويسه ولا لا. تمام والله المستعان. طبعا انا بحب اجرب زي ما انتم عارفين واديني تجارب على راي المثل. كده يا جماعه يبقى خلاص وصلنا نهايه الفيديو معاكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش من دعائكم واحبكم في الله.